ممكن هيدا نحكي عن الحفلات للفنانة نجوى كرم. رح تحيي حفل خيري بالأردن لصالح أحد دور الأيتام، وأيضا كانت نجوى أعلنت من فترة عن مشروع عم بتحضر له وهي عم تستكمل العمل عليه هلأ حاليا، ووعد الجمهور في أكيد كنا ناطرين هالمشروع بعد ما عرفنا شو هو. إن شاء الله قريبا تعلن عن تفاصيل هيدا المشروع وهيدا البرنامج الجديد. أكيد متابع حلقتنا ونسمع من الفنانة نجوى كرم. هي من كلمات احمد ماضي الحان زياد بوجي، وصورتها الفنانه نفسي عجرم تحت اداره المخرج وليد نصيف. قريبا رح يبصر نور هالعمل على شاشات التلفزه. رح نتابع حلقتنا مع سوبر نيس. عروضات على كل سيارات سيترون. كثير من حلقتنا لليوم من اغاني مع الفنان جوزيف عطيه، فمن بعد اصدار البومه من فتره قليله شو بتعمل بالناس، اليوم جوزيف عم يستعد لتصوير اولى اغنيه الالبوم صدفه غريبه، اغنيه انا شخصيا كثير بحبها. محمد جوزيف عبر بتغريدة خاصة على تويتر انه هو كتير محمس لتصوير الاغنية، وانا كمان كتير محمس لتشوفها قريبا. لليوم من اغاني مع الفنان ربيع بارود، ومسمع رجعت لها، ومذكركم دايما مشاهدينا فيكم تابعونا كل يوم على